بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين، الله جل وعلا هو الذي أرسل هذا الرسول للأميين، والأميين هم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، والمراد بهم العرب، فإنهم كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، وليس عندهم كتاب منزل كما عند اليهود والنصارى. الله جل وعلا أرسل في هذه الأمة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب، أرسل فيهم رسولا منه، يعني من جنسه، يعرفون نسبه ويعرفون بلده ويعرفون نشأته ويعرفون أمانته وصدقه، ليس بغريب عنهم. فهو من أشرف الأنساب ومن أطيب البلاد، وهي مكة المكرمة والقرى، وهو أصدق البشر عليه الصلاة والسلام، تكاملت فيه الصفات العظيمة، ولذلك اختاره الله فأرسله إلى هذه الأمة رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه هي الأمور التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، أنه يتلو عليهم الكتاب والقرآن، يقرأه عليهم يبلغهم إياه. هذا القرآن الذي ما نزل مثله من الكتب، الكتاب العظيم الذي من الله به على هذه الأمة، لم يكن في الأمم السابقة كتاب مثله يتلوه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأه عليهم فيتعلمونه ويحفظونه منه صلى الله عليه وسلم بالتلقي. ويزكيهم، يطهرهم من الأخلاق الرذيلة ومن الشرك، من الكبر ومن الجهل، ويعلمهم الكتاب، يعلمهم القرآن، يعلمهم معانيه، ويعلمهم فقهه وأحكامه، يشرحه لهم ويبينه لهم، والحكمة وهي السنة، الأحاديث النبوية، الوحي الثاني، وقيل الحكمة الفهم في كتاب الله عز وجل، والسنة هي
من الحكمة أي من الفهم في كتاب الله عز وجل، وإن كانوا من قبل أي قبل بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان العرب في ضلال مبين، بل البشرية كلها في ضلال مبين دامس، في ضلال دامس، جاهلية جهلة وضلالة عمياء. فبعث الله هذا الرسول بهذا الكتاب المنير، بلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام وأدى الأمانة، وأصبح العرب الذين آمنوا به أصبحوا خير البشرية وأظهر البشرية وأعظم أمة على وجه الأرض لما تمسكوا بهذا الكتاب، لما اتبعوا هذا الرسول وآمنوا بهذا الكتاب وتعلموه وعملوا بما فيه، صاروا أعظم أمة على وجه الأرض، ملك المشارق والمغارب بالجهاد، بالدعوة والجهاد والعلم، كل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين في العقيدة، يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار، وبالمعاوضة وبالحلال والحرام لا يعرفون حلالا ولا حراما، يتخبطون ويأكلون الربا، يأكلون الربا ويأكلون الميتات ويقصفون الأموال من أهلها بدون حق، يغتصبون أموال الناس بالقوة، وكانوا في سائر أمورهم ضائعين. فلما من الله عليهم بهذا الرسول وهذا الدين صاروا أعظم أمة على وجه الأرض وأعلم أمة على وجه الأرض، وعندهم أعظم رسول وأعظم كتاب. هذا من فضل الله على هذه الأمة. وما حصلت على هذه المرتبة العظيمة إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، بالعلم النافع والعمل الصالح. فبدون العلم لا يكون لهم فضل ولا يكون لهم نور ولا هدى، وإنما يتخبطون بالجهل والضلال. والعلم لا يحصل بالعقل وبدون تعب، لا بد من التعلم، والتعلم لا بد أن يكون على أيدي أهل العلم. الصحابة تعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأتون إليه ويفدون إليه للتعلم. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فكانوا يسافرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ويتعلمون منه، ثم يرجعون إلى قبائلهم فيعلمونهم ما تعلموه على الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فقوله من سلك طريقا هذا دليل على أن العلم لا بد أن يسلك إليه وأن يسافر إليه وأن يتعب في تحصيله من مصادره، وهم أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء. فالعلم لا يؤخذ من الجهال أو من المتعالمين، وإنما يؤخذ عن العلماء الراسخين الذين هم ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلم لا يؤخذ في الكهوف والمغارات
والأبواب المغلقة والاستراحات والسفرات المشبوهة ومصاحبة المشبوهين أصحاب الأفكار المنحرفة، لا يؤخذ العلم عن هؤلاء، وإنما يؤخذ العلم عن العلماء الأتقياء الراسخين في العلم. قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلم نسب، مثل نسب الإنسان. الإنسان الذي ليس له نسب ولا يعرف أبوه ليس له قيمة، وكذلك العلم الذي لا يؤخذ عن أهل العلم ليس له قيمة، لا بد أن يؤخذ العلم عن أهله حتى يتصل النسب للرسول صلى الله عليه وسلم. ولما اعتزل جماعة عن الصحابة وعن التابعين وتعلموا على أنفسهم وعلى أشباههم ماذا نتج من الشر، أولئك هم الخوارج والمعتزلة وأضرابهم. اعتزلوا مجالس العلماء الراسخين وتلقوا العلم عن أشباههم من أهل الضلال والأفكار المنحرفة، فماذا أنتج ذلك؟ أنتج أنهم تنكروا للإسلام والمسلمين، فكفروا المسلمين وخرجوا على ولاة الأمور وشغلوا السلاح على الأمة الإسلامية، استحلوا دماء المسلمين ولطخوا التاريخ بأفعالهم الشنيعة، كله من جراء الانفصال عن أهل العلم والتلقي عن أهل الضلال وأهل الأفكار المنحرفة. وأشباه الخوارج في وقتنا من تعلمون الذين انعزلوا عن العلماء وضللوا العلماء وصاروا يتلقون العلم عن أناس جهلاء أو أناس ضالين في أفكارهم وفي معتقداتهم، فماذا كان التخريب والتفجير والتكفير للمسلمين، وما زال المسلمون يعانون من هؤلاء، كل هذا بسبب انفصالهم عن أهل العلم وعن أهل البصيرة. والعلم إنما يتلقى في المساجد في بيوت الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يؤخذ في المساجد كما قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة خفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. يؤخذ العلم عن المدرسين في المساجد، عن العلماء في المساجد، يؤخذ عن المدرسين في المدارس في المعاهد في الكليات التي نظمت لها مناهج مستقيمة، مناهج علمية مستقيمة للشريعة واللغة وأمور الدين. ولا يؤخذ العلم عن الشداد وعن الخارجين على أمة الإسلام. كان الصحابة يتعلمون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام، وبقي العلم في المساجد، الجامع الأموي بالشام، الجامع الأزهر بمصر، في مساجد البصرة والطوبة بالعراق، وفي مساجد بغداد. كان العلماء يسافرون إلى أهل العلم في الأقطار. كان الصحابة يسافر الواحد منهم من المدينة إلى مصر
من أجل أن يسمع حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عنده. وهذا معلوم، كان العلماء يرحلون في أقطار الأرض لطلب العلم عند العلماء، كما رحل الإمام أحمد رحمه الله من بغداد إلى اليمن، ورحل غيره وغيره بما يسمى بالرحلات العلمية. ما قالوا نجلس في بيوتنا وفي بلادنا ونقرأ على أشباهنا وعلى من نجد ومن هب ودق، بل يرحلون إلى أهل العلم وإلى أهل البصيرة ويتكبدون المشارق والأخطار والأسفار لطلب العلم. فلولا نظر كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كذلك يؤخذ العلم في المدارس الإسلامية التي رتبها المسلمون وقام عليها علماء المسلمين ووضعوا لها المناهج والخطط. المدارس الإسلامية، المعاهد والكليات، هذه المجالات وهذه الأمكنة يتلقى العلم، أما أنه يتلقى بالخلوات والإنبجال والكهوف والمغارات والبيوت المغلقة المشبوهة الخالية أو في البراري مع أناس ليس فيهم عقول وليس عندهم دين وليس عندهم علم، يضللون الناس ويسممون أفكارهم، فهذا هو منشأ الخطر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يصرف التعليم إلا بما كان عليه السلف الصالح، إلا بما كان على المنهج السابق، على العلماء وفي المساجد وفي المدارس المعترف بها. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فإذا كان المسلمون يريدون العزة والكرامة ويريدون اجتماع الكلمة، فليعودوا بالتعليم إلى ما كان عليه، إلى ما كان عليه في مختلف عصور المسلمين، ويلزموا هذا الخير ويتركوا الطرق الشاذة المنحرفة. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفضل العظيم. هذا هو المنهج، هذا هو المنهج الصحيح. نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى رشدهم، ونسأل الله عز وجل أن يصلح أضلال المسلمين وأن يهدي أضلال المسلمين، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، اعلموا أنه لا بد للناس من العلم النافع، لا بد للناس من العلم النافع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نجاة لهم إلا بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا.
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلا نجاة للمسلمين إلا بالتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. ولكن لا بد من تعلم السنة، لا بد من تعلم السنة حتى نتمسك بها. أما إذا لم نتعلم فإننا لا يمكن أن نتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والتعلم له مناهج وله طرق بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليها المسلمون إلى وقتنا الحاضر، فمتى ما تركوها وغيروها وبدلوها فإن الله جل وعلا يغير عليه، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. ولا يسع هذه الأمة إلا أن ترجع إلى كتاب ربها وسنة رسولها، وذلك بالتعلم، تعلم العلم النافع على أيدي العلماء الراسخين الأتقياء، حتى يتواصل هذا الخير ويبقى هذا الخير. أما إذا غيرنا هذا المنهج وسرنا على مناهج أهل الضلال وأهل الأفكار المنحرفة والحزبيات المتفرقة، فإننا نكون ممن فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. الله جل وعلا يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أمة واحدة، ولا تكون أمة واحدة إلا إذا كان منهجها واحدا وتعليمها واحدا وطريقتها واحدة على ما تركنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه ترك أمته على البيضة لا يهلك عنها أو لا يزيغ عنها إلا هالك. قال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. والله جل وعلا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولكن هذه الأمور العظيمة لا تتحقق إلا بطلب العلم النافع والتعلم والتفقه في كتاب الله وسنة رسوله. أما بدون تفقه وبدون تعلم أو التعلم المنحرف فإن هذا يجر على الأمة وبالا، ويجر عليها خسارا، ويجر عليها تدميرا وشرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه يقول: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد بالنار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ول عن المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرائهم. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم أصلح إمامنا، اللهم اهده سبل السلام، اللهم أصلح بطانته و
وأعوانه وجلساءه ومستشاريه. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح بطانتهم وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها فقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.